بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، ترجع إلى أحد النباتات التي درستها، وهذه النبتة عبارة عن نبتة زهرية. طبعا تكثر هذه النباتات في فصل الشتاء بنسب كبيرة جدا، وترجع إلى فصيلة من فصائل الزهور التي لونها أصفر مثل ما تلاحظون. ممكن تبدو مختلفة نوعا ما كوني يعني تركتها فترة بسيطة جدا داخل العلبة. طبعا هذه العينة درست فيها الميكروبات والطفيليات المتواجدة في العينة، وطبعا هذه العينة اكتشفت فيها يعني بعد دراسة الميكروبات تحت المجهر والأنسجة، اكتشفت فصائل كثيرة جدا تعيش فيها مثل البكتيريا، الفطريات، الميكروبات، الديدان، وأكثر شيء يعني شفته فطريات بنسب كبيرة جدا. ومثل ما تلاحظون هنا ممكن تلاحظون اللون الأبيض، هذا راجع إلى نوع من أنواع الفطريات يعني التي يعيش فوق الأنسجة بعد التحلل النسيجي للطبقات النسيجية. وأنا أنصح الباحثين يعني محبين دراسة الفطريات والأحياء الدقيقة يعني وعلم الأمراض أيضا بدراسة النباتات والحيوان أيضا لمعرفة الأمراض المتواجدة داخل يعني داخل الأنسجة أو داخل الجسم بالتحديد. ويعني من الجميل أن يعني ندرس هذه يعني النباتات، ممكن نحصل أشياء جميلة جدا مثل فصائل جديدة من الفطريات أو فصائل جديدة من الميكروبات. يعني لمحبين الميكروبيولوجي مثلا ممكن يعني يستفيدون من هذه العينة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس جديد.